الأسبوع الوطني للمرأة التشادية الذي بدأ منذ الأول من هذا الشهر شهد العديد من الأنشطة النسائية كالمعارض ومؤتمرات النقاش وغيرها. وفي هذا الإطار فقد أعد الزميل سعيد أحمد حسن هذه الورقة. مع بداية الأسبوع الوطني للمرأة التشادية الذي فيه تمارس بعض الأنشطة الخاصة بالمرأة، نظمت عدة مؤتمرات نقاش وتوعية وبث رسائل للمرأة التشادية، وذلك في بعض بلديات العاصمة أنجمينا، منها بلدية الدائرة الرابعة التي عقد فيها مؤتمر جمع المسؤولين وعدد من طالبات مختلف المؤسسات التعليمية بالدائرة الرابعة، حيث نوقشت مواضيع مهمة أبرزها الزواج المبكر وكيفية اعتماد المرأة على نفسها في بعض الأمور كإدارة المشاريع وتوفير حاجياتها الأساسية دون الاعتماد على الرجل. وقد شهد المؤتمر مداخلات وتساؤلات عن سبل التغيير بعض المفاهيم السلبية التي تخيم على رؤوس أغلب أولياء الأمور. أجاب عليها عمدة بلدية الدائرة الرابعة هارون رمات قائلا أن تغيير مثل هذه الأفكار يحتاج أولا إلى ترشيد الفتيات نحو التعليم وتثقيف أنفسهن وفتح باب واسع للحوار للوصول إلى نتيجة إيجابية. ومن الدائرة الرابعة إلى العاشرة، حيث أخذ المؤتمر محورين وهما استقلالية المرأة وقدرة تحمل الأعباء في كافة المجالات والاستقلالية الاقتصادية للمرأة في العمل المليء بالتطور. افتتح الجلسة النائب الثاني لعمدة بلدية الدائرة العاشرة عثمان محمد إدريس الذي قال إن البلدية تهتم بشرائح النساء خاصة في مجال التوعية الصحية والتربوية، وعقب ذلك توالت الكلمات تركزت جلها في ضرورة تعليم البنات والنساء عبر مراكز محو الأمية، إضافة إلى تأسيس مشاريع صغرى لمكافحة الفقر وذلك لمساعدة الرجل من أجل تحقيق قدر من الرفاهية والسعي لتغيير نمط حياة المرأة التشادية ونقلها إلى الأفضل. هكذا نصل وإياكم السادة المشاهدين إلى نهاية النشرة قدمناها من الفضائية التشادية، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن نلقاكم تقبلوا تحياتي والفريق العامل، طابت أوقاتكم، تصبحون على خير.